الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أيها الإخوة المعزون، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ساحة التكريم من هنا من عائلات الطحان الطيبة الزقازيق الشرقية الذين يقيمون هذه الليلة القرآنية العطرة تكريما للراح الوالد الكريم الحاج جمال محمد الطحان الذي انتقل إلى جوار ربه في هذه الأيام الطيبة المباركة. اللهم إني أسألك وأتضرع إليك يا أرحم الراحمين أن تجعل يا ربنا هذه الليلة أسعد ليالي، وأن تلقنه حجته، وأن تفسح له يا ربي في قبره مد بصره، وأن تحشره يا ربنا مع الشهداء والصالحين والصادقين، وحسن أولئك رفيقا، وأن تسقيه من يد حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا إلى أن نلقاه على لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومعنا في هذه الليلة القرآنية العطرة علم من أعلام قراء الإذاعة والتلفزيون العربي وأحد الأعمدة في الجامعة الطاروطية فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد علي الطاروطي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروط الزقازيق الشرقية. هيا بنا نعطر هذا المكان بخير الكلام وطيب الحديث القرآن الكريم. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به هدي إلى صراط مستقيم. سائلا الله عز وجل أن يرزق القارئ الكريم فضيلة القارئ محمد علي الطاروطي الإحكام والتجليات، وأن يرزقنا جميعا التدبر وحسن الانصات، إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة قدير. أدعوه لمنصة التلاوة فليتفضل للقراءة. مشكور. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون صدى
بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
فمن ابتغى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلوات والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين
فكسونا العظام لحما
شأنه خلقا آخر. ثم
ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض فأسكناه في الأرض وإنا
Oh,
والشجرة تخرج من نور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكل وشجرة تخرج من كور تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن وإن لكم في الأنعام لعبرة ولكم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. تزود من التقوى فإنك راحل وسارع بالخيرات في من يسارع، فما المال والأهلون إلا ودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. من سورة المؤمنون كتاب الله المكنون، عشنا واستمتعنا مع ذلكم العلم القرآني الإذاعي أحد أعمدة الجامعة الطاروطية والقارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي
فضيلة القارئ العلم الشيخ محمد علي الطاروت القارئ والمقيم بطاروت عز قازيك شرقي من هنا ساحة التكريم من عائلات الطحان الطيبة نيابة عنهم أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إليهم ليقدم لهم واجب العزاء في الوالد الراحل الكريم الحاج جمال محمد الطحان كبرى قصور ضيافة المتنقلة عميد مقاول الفراش بمحافظة الشرقية الحاج صلاح حسين إدارة ولده المهندس ياسر صلاح مهندس محمد صلاح الطيبة الزقازيق شرقية شاكرين لعميد المصورين الأوائل في عالم التصوير المهندس المتألق ناصر صلاح الزقازيق شرقية كبرى الهندسة الصوتية الدولية المتميزة من تقر الإذاعات الخارجية بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية لسنا الوحيدون لكننا متخصصون المهندس المتخصص مؤمن أنيس الفكهاني النخاس الزقازيق شرقية خدمة الفندقية الممتازة حميد بوفيهات مصر أحمد الجاري الطيبة الزقازيق شرقية الجامع الطيب الكريم باسم العائلة الكريمة عائلات الطحان بالطيبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من أتى إليهم ليقدم لهم واجب العزاء شاكرين للأستاذ الدكتور السيد عزاز شاكرين أيضا للدكتور أحمد عبد الحميد شاكرين أيضا للدكتور محمود محمد الصالحي نيابة عن والده عميد السياسيين وعضو مجلس الشيوخ الدكتور محمد الصالحي شاكرين لكل من أتى إلى هذا المكان ليقدم واجب العزاء لأسرة الراحل الكريم شاكرين للأستاذ سعيد محمد عطية المدير بالضرائب العامة الذي أتى ليقدم واجب العزاء لأسرة الراحل الكريم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.